اسود ده انا اكتر لعيب عاوزه. يا نهار اسود، الوحيد اللي انا عاوزه، الوحيد ده الوحيد اللي انا عاوزه، انا مش عايز حد تاني. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعه، والنهارده معانا فيديو يعني يعتبر اخر فيديو خلاص في تيم اوف ذا سيزون، فيديو يعني يليق باخر فيديو في تيم اوف ذا سيزون، احسن باكه فتحتها في فيفا 22 بدون مبالغه، احسن حاجه طلعت لي في فيفا 22 بدون مبالغه، ولا افوره ولا كليك بيت، وهتشوفوا بنفسكم وفي اول الفيديو. ما تجريش يا حبيبي، موجوده في اول الفيديو. فقبل ما نبتدي اي حاجه يا ريت ننزل نعمل لايك، مش مشترك في القناه انزل اشترك، ال 100,000 قربت، الحاجات دي بتفرق قوي 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 مع القناه. استنى قبل ما اكمل الحلقه، راعي النهارده هو فودافون بلاي. فودافون بلاي هي منصه العاب شامله فيها كل اللي انت محتاجه، تقدر من عليها تشتري كروت بي اس ان لبلاد كتيره جدا، تقدر تشتري منها العملات اللي جوه اللعبه زي اليو سي مثلا بتاع الببجي، وكمان تقدر تشارك في بطولات على جوائز كبيره جدا وفي لعب كتيره جدا، وتقدر تخش تلعب لعب على الويب سايت نفسه ببلاش. وزي ما انتم شايفين انت دلوقتي على المنصه عايز سلعه، مثلا انا لعبتي المفضله الصراحه اللودو، بتخش على لودو بتدوس بلاي وبتبتدي تلعب على طول ببلاش، وعندك اوبشنز لعب كتيره جدا زي كاندي كراش لعبه مشهوره جدا، وي سيرفرز اللعبه انا برضو بحبها جدا، ده غير لعب تانية كتير. وهنا تقدر تشتري كروت البي اس ان عن طريق فودافون كاش، لو ما عندكش حتى فودافون كاش ممكن تعمل محفظه جديده، واي حاجه بتشتريها بيبقى عليها 20% كاش باك. تقدر برضو تشتري اليو سي بتاع الببجي او مثلا الدايموندز بتاعت فري فاير، وبرضو في بطولات كتيره على لعب كتيره زي ما قلت لكم، مثلا في بطولات لببجي لفري فاير ليج اوف ليجندز لروبلوكس لموبايل ليجندز، وفي بطوله ببجي موبايل تبتدي يوم 20 وتخلص يوم 24 بجوائز قيمتها تصل ل 100,000 جنيه، تقدر تسجلها دلوقتي وتشارك فيها على طول. ولو انت زيي وبتستخدم انترنت كتير عشان تلعب في باكت فودافون بلاي بلس، بتديك 2 جيجا ب 5 جنيه بس عشان تلعب بيهم. فمستني ايه؟ عايز تشتري كروت بي اس ان، عايز تلعب، عايز تخش بطولات، هسيب لكم لينك فودافون بلاي في الديسكريبشن، ولينك البطوله بتاعت ببجي برضه في الديسكريبشن، وما تنساش تخش تشوف فودافون بلاي. خلصنا؟ جاهزين؟ يلا على الفيديو. طب انا يا جماعه شو يلا جاهزين؟ خازوق جديد 84 بلس في 25، حرفيا ما عملتش ولا توكن من الاوبجكتيف، كلهم من اللي هي الحاجات اللي هو ايه، انا قلت هجمع ال 15 بدون مجهود اس بي سي، ماشي غير كده شكرا يا باشا. فخلصتهم ونفتحها. الصراحة مش هكذب عليك، انا من ساعة الانجليزي صفر الحمد لله، اللي حصل لي في الانجليزي عشان فاهم يعني كنتش عارف ان الواحد هتبقى ضلمة كده، فانا راضي، فانا مش فارقة، هتقولي اي حاجة في ال 84 بلس دي، بس يعني ما اعرفش، بلاش خوازي يا بلاش خازوقي، خليه يعني فاهم اللي هو ايه، حراس مثلا، بس حد هاي ريتد، مش عايز بس ايه، او على الاقل ازرق، ممكن ما يطلعش ازرق اصلا الحمد لله يعني. يا نهار اسود ده انا اكتر لعيب عاوزه، يا نهار اسود الوحيد اللي انا عاوزه، الوحيد ده الوحيد اللي انا عاوزه، انا مش عايز حد تاني، ده الوحيد اللي الفريق اللي شاريه ب 2.5 مليون، ده الوحيد. صلاح لا 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 لا، انا اسعد واحد في الدنيا دلوقتي. يا نهار اسود، صلاح تلاقي لي صلاح فيرست اونر. لو بتتفرجوا على الاستريمات ولا بتابعوني واحنا بنلعب الفوت شامبيونز، الوحيد اللي بقول لكم اهو، ولا احنا بنفتح باكات، الوحيد اللي انا عايزه هو صلاح، مش عايز حد تاني، حرفيا انا مش عايز حد تاني، الوحيد قلت لكم الفريق اللي انا محتاجه حتى ما ننزل التيمت توتس، بالمناسبه كنت مصورين باكات بس من كتر ما هي وحشه ما نزلناهاش، ده اللي انا قلته،
الوحيد اللي انا محتاجه منهم صلاح، لو جابوه لي مش عايز حد تاني. وكانسلو، وكانسلو، انا كنت برضو محتاج كانسلو. يا نهار اسود، يا نهار اسود. لا 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 لا. استنوا 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 قبل قبل استنوا استنوا عشان تشوفوا الفريق، عشان تشوفوا الفريق. استنوا، انا مع كان عندي كانسيلو تيم اوف ذا اير وبعته، حطيت ده ومتبقى كانسيلو، كنت بلعب بكانسيلو والوحيد اللي بطلع ليه يا كده ناقص لي رونالدو ويكون طالع لي جول اللي في انجليزي. لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل، مش ممكن. لا 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 لا، دي احسن باكه فتحتها السنه دي، احسن باكه فتحتها السنه دي بدون منازع. انا مش فارق معايا مين في الدوبس. لا 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 لا، كانسيلو فيرست اونر وصلاح فيرست اونر. انا ثلاثه ما طلعليش في الـ في التيم اوف ذا سيزون الانجليزي. اربعه، ارنولد، كانسيلو، صلاح، رونالدو. كنت عايز صلاح عشان صلاح بحبه، الوحيد اللي قلت انا مش هبيعه مهما كان رخص. وكانسيلو ليفت باك، الوحيد ما طلعليش. اوف، وثلاثه من ال... ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، احسن باك السنه دي اهو اهو 2,429,000 اهو. لا 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 بتهزروا، والله الباكة دي مش مصدق، ده مش طبيعي. لا 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 لا، دي اعظم 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 باكة فتحتها السنة دي، يعني بدون اي حاجة، مش ممكن. ده يا جماعة لسه بقول مفيش حظ اصلا، فعلا مفيش حظ، مش بحور من ساعة اللي حصلي في الانجليزي وراضي. يا نهار الصلاح وكنسلو، انا لو قالوا لي عايز نفسك في مين في باكة واحدة اقول لك صلاح وكنسلو. اصلي يعني من اربع ماتشات والنتين واجيب ال 14 وين، وكنت مسجل لكم الماتشات، بس يعني فيفا قررت خلاص، لو ادهم انسى 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 ال 14 وين بتوعك. وحصل حاجات كتيره مش قادر اتكلم فيها الصراحه، بس الكونكشن كونكشن من ساعه الدوري الايطالي وهو كارثي، بقى الاسبوعين كارثي. فهندي فري وين رغم ان في ناس كتير رخمت عليا، كان هندي الفري وين وهنفتح الباكات. زي ما شفتوا انا جبت بيلينغهام وماركينيوس بالتلاتة مليون معايا بجربهم، هم جامدين بس الكونكشن مش مساعد، ما جبتش بيهم نتيجة، فما لا يدل على التفاؤل، بس قشطة يعني. خلينا نشوف، يمكن يطلع لي حد فيهم في الجوائز واعرف ابيع اللي عندي، او يطلع لي حد مثلا اجربه، اي سي ام عندي يخش، اي سنتر باك برازيلي يخش كده. يلا رانك الحزين، يعني مش متضايق الصراحه، مش فارقه مع جد يعني. الشغف للحرق للجوائز قل بسبب ان الفريق الحمد لله كامل. يلا تعالوا نشوف هيطلع ايه كده. بكات فتحت تمام، مش عارف سات ريفيل طبعا عشان ما اضيعش وقتكم، بس نبص كده واحد واحد. تونالي، نايس تونالي، ممكن اجرب تونالي، بس تونالي مش سي ام، انا عايز حد سي ام. ده حتى بيلينغهام تقيل، جورجينيو اخف، مش عارف ازاي بقول كده. تاني واحده ايه التيشيرت دي، ده حارس، ده يخرب بيتك يخرب بيتك، ابعد عني. شكلنا هناخد تونالي. تالت واحد باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان، افتكروا مين يا رب. ماركينيوس لا، لابس ابيض، لابس ازرق. ايه ده، ميسي، امبابي، نيمار. انا تلاقي ميسي او امبابي او نيمار تقريبا، ده ميسي امبابي او نيمار. طيب شكلها واحد من الثلاثه، او نونو مندش، او لا لا لا، نونو مندش لابس ابيض. بسم الله. مفيش حاجة حصلت، مفيش حاجة حصلت، محدش شاف حاجة، اللي حصل ده ما حصلش. كلاون، ما هو حط صورة كلاون فكلاون. بروزوفيتش اصلا ده انتر، يعني انا شايفها معلش
مش تعرفوا بس انا عانيت ازاي في الفوت. ماشي سيكي يا بس 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 اتلتيكو ده ولا ده منيعين؟ يا نهار اسود 92 بسم الله. اتلتيكو مدريد كراسكو حاجه خرا زباله الزبائف يا لهو. انا بعت بعته ده الالتيميت ده وداعيه الفوت. نايس فيري نايس شكرين شركه. انا مش عارف ازاي كنت شايفها باريس سان جيرمان شكلي وحش قوي طبعا. دول اتفرجوا على الحظ اتفرجوا واو تحفه تحفه فنيه من الحظ. حظ زرايب. يلا الالتيميت باك. لو الالتيميت باك دي ما جابتش اي ووكر ده معناها ان في الست اسابيع اللي فاتوا جوائز الفوت الالتيميت الزيرو ووك اوتس. لو دي ما جابتش كده هيبقى كله زيرو. هل يحصل كده؟ يس يس الالتيميت باك بدون ووك اوت. ست اسابيع من الالتيميت باكس من الفوت ولا ووك اوت. انا مستعد احلف بس انا مش فاكر بالتفاصيل لكن انا متاكد من اللي انا بقوله ده. ولا ووك اوت في ست اسابيع. يا سلام. تعالوا نعمل واحده بس ليكوا كده. ايه التيم اوف ذا سيزون الالتيميت سوري الثلاث اللي هي الخمس دوريات الكبرى ونشوف ايش. يلا يلا نفتح شوف الكلاون الجديد الذي سينضم الى كتيبه الكلاونز الموجوده. عايز اعمل ال ايكون بيك بس واضح ان حظها وحش. اكيد مش مودريتش اكيد صح. كان هيبقى مودريتش واجربه ويلعب مكان بلينج كده يعني بس طبعا دي احلام ايه احطها في الزباله. كاي على الماشي واقول لكم نورتوني ونورتوا الحلقه دي ومفيش يعني اعتقد حاجه فيها مفيش حاجه فيها نورتوني. ودي كانت ختام التيم اوف ذا سيزون. الصراحه 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 يعني من افضل السنين 100% افضل من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت اسوا سنه في التاريخ. يعني ده الفريق اللي طالع بيه وهو انتريدبل بيبقى فيه جوميز وجورجينيو مكان بلينجهام وماركينيوس. ف يعني كده كده الفريق بي اوفر بيرفورم بطريقه مش طبيعيه يعني او الحظ يعني اللي طلع لي احسن ما كنت اتوقع. ده بالنسبه لي دي حاجه مش هنساها عشان حصلت لي مره قبل كده بس فيفا 19 لكن بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. يعني هقولي الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله. الحمر صفر يعني ده الحمر رضاها الوحيد اللي طلعت بيه من التيم اوف ذا سيزون كله. وسبحان الله ظهر ده طلع لي في اسبوع انا كنت مسافر وجبت 9 وينز. فمتخيلين يعني الاحمر الوحيد طلع لي كان في 9 وينز انما الباقي كله مفيش صفر حمر. لكن انا راضي جدا 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 فوق الراضي كمان عن حصيلة تيم اوف ذا سيزون. هنشوف بقى اللعبة هتقدم لنا ايه بقية الموسم وان شاء الله لو في حاجة مستاهلة هيبقى في فيديوهات طبعا عليها وفي فيديوهات تانية كتيرة جاية الفترة الجاية. هنحاول بقى ننوع لحد ما نشوف ايه الجديد في فيفا. وبس نورتوني بجد. لو وصلت الحته دي في الحلقه يا ريت تنزل تعمل لايك مش عامل سبسكرايب. يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب. كان معاك ادم جمعه. اشوفكم في حلقات كتيره جايه قريب. باي باي.